بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، على السعي الحثيث للتقريب في وجهات النظر على الصعد المختلفة الكرام، خير ما نبتدئ به هذا الملتقى. اجتماع أمس كان مهما وفيه رسالة بليغة العراق الذي كان عنواناً للتنازع والتناحر، أضحى نقطة التلاقي. مصلحة الشعوب ودول هذه المنطقة يجب أن تستقر على عراق مستقل ذات سيادة. عراق يكون لا ساحة صراع بين الأطراف المختلفة، إنما نقطة تلاقي المصالح والمنطقة التي يمكن منها تمكين الترابط والتلاقي التكامل الاقتصادي بين الدول وشعوب المنطقة. في هذا السياق أريد أن أشيد بجهود الأخ دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه في وزارة الخارجية والإخوة الآخرين الذين عملوا على تنظيم هذا الاجتماع المهم، وأعطوا ليس فقط للعراق وإنما للمنطقة بارقة أمل فيما يمكن أن نكون عليه من تعاون وتكامل لخدمة شعوبنا وخدمة المنطقة ككل. يقيناً أن المنطقة بحاجة ماسة إلى منظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية تستند على القيم والمشتركات الكثيرة التي تتقاسمها دول المنطقة وتحقق المصالح المشتركة لشعوب بلداننا وتأخذنا نحو تخفيف التوترات وإنهاء الأزمات وتجعلنا مستعدين لمواجهة تحديات العصر: الإرهاب، التطرف، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، والأزمة الأشد برأيي والتي تهدد مستقبلنا والمتمثل بعدم تمكن اقتصادياتنا من توفير فرص عمل حقيقية للأعداد المتنامية من سكاننا ولشبابنا، وأيضاً التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية وخصوصاً في العراق ودول جوارنا، فالعواصف الرملية المتنقلة عبر الحدود وشحة المياه والأمطار وتزايد معدلات الجفاف والتصحر والتي حولت مزارعنا الخضراء الشاسعة حتى الماضي القريب إلى صحراء قاحلة. وبلا شك أن هذه المنظومة وضمان نجاحها لن يتم من دون العراق. العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، والوصول إلى العراق الذي نتمناه يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراع الآخرين على أرضنا، كما يستدعي منا كسياسيين وكنخب وفعاليات اجتماعية الانطلاق نحو حوار جديد يبحث في أسباب الأزمة الداخلية بنظرة موضوعية محايدة وتوضع الأفكار والحلول أيضاً بموضوعية، إذ أن استفحال الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات وتشكيك الشعب بشرعية النظام أزمات لا يمكن التهاون فيها والمراهنة على صبر مواطنينا. ونحن على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق العراقي الأهم، وهي الانتخابات التشريعية في 10/10، والتي يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة. سيكون هناك فرصة حقيقية للدخول في نقاشات حقيقية لمعالجة هذه الأزمة.
أن تهميش أو تحييد أي لون اجتماعي أو سياسي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني أننا نتعمد تضميد الجروح بلا معالجة، ويجب أن يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي أسس لحركة تشرين في المظاهرات الأكثر فاعلية التي مرت بتاريخ العراق المعاصر، واعتقادنا أننا استطعنا إخفاءها عن الأنظار فهذا الأمر لا يمكن التجاوز عنه، لا يتم إخفاء هذا الحراك الشعبي عن الأنظار، حتى وأن تأجلت المعالجة يجب أن تكون هنالك معالجة حقيقية ومعالجة المشاكل الكارثية التي قد تؤدي إلى مشاكل أعمق لا سامح الله. قد تكون الانتخابات النيابية التي ستجري قريباً إحدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤال الجوهري الذي يواجهنا: هل ستشكل هذه الانتخابات الحل النهائي أم أننا يجب أن ننظر إلى الانتخابات على أنها وسيلة ممهدة ومهمة للمرحلة الاجتماعية والمرحلة السياسية القائمة التي ستمنحنا الفرصة للشروع بخطة الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة التي تتطلب من الجميع تنازلات كبيرة؟ وبغير هذه العقلية وهذا الاستعداد لا يمكن أن نجد طريقا للحل. وصلت إلى هذه الصفة وفق تعريفات عديدة منها البي بي سي مثلا، وقلت في أول تصريح لك نحن لن نكتفي حتى وأن حدث بروتوكوليا ما موجود العالم.